يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في درس بلوغ المرام الأسبوع الماضي في تحديد مسافة قصر الصلاة في السفر، قلتم من حيث الدليل عدم التحديد أوضح، ومن حيث المعنى فالتحديد أضبط. ما هو؟ يقول ما الراجح في ذلك، هل هو التحديد أم عدمه؟ الراجح التحديد، لأن لو ذهبنا إلى عدم التحديد ما صار فيه سفر في هذا الزمان بسبب الطائرات السريعة والنفاثات، ما في سفر في هذا الزمان، تقارب الأقطار والبلدان، المسافة لا شك أنها البطء. نعم.